أحسن الله إليكم يا شيخ، يسأل عن ما معنى الحب في الله والبغض في الله. معناه أن تحب المرء لا تحبه إلا لله، ما تحبه من أجل أنه يعطيك مال أو من أجل أنه ينفعك بمادة دنيوية، وإنما تحبه لأنه رجل صالح. والبغض في الله ما تبغضه لأنه ما أعطاك شيء أو لأنه، ولكن تبغضه لأنه عدو لله وأنه مخالف لطاعة الله سبحانه وتعالى، فتبغضه من أجل ذلك لا من أجل أنه ما أعطاك شيء أو من أجل أن بينك وبينه حزازات أو ما أشبه ذلك. نعم.